حاخد الان 3 phase rectifier او 3 phase controlled rectifier. Six pulse feeding an inductive load, heavily inductive load. فشوفوا يعني هلا هون راح اخذ 3 phase rectifier, 6 pulse rectifier. هاي هون راح يدخل عندي هون R هون S هون T. بعدين هلا هون الاوتبوت راح اخذه على heavily inductive load. شو يعني heavily inductive load؟ تمام، هاي احد الاشياء. اذا heavily inductive load يعني اذا حطيت هون حتى لو كان هذا في ريبل راح الكرنت هون راح يمشي تقريبا راح يصير AC. وكمان معنى heavily inductive load معنى heavily inductive load انه اوميجا ال اكبر بكثير من فالثيتا. هلا ثيتا شو بتساوي او فاي؟ بتساوي ارك تان اوميجا ال على ار اللي هي تقريبا بتصير 9. عندي هاي هون فيري هيفلي اندكتيف لود. الكرنت اللي راح يمشي هون راح يصير تقريبا دي سي رغم انه في ريبل بالاوتبوت، الاوتبوت فولتج في ريبل بس الكرنت اللي راح يمشي في هذا اللود راح يكون تقريبا دي سي. خلينا ناخذ هلا بعض ارقام عشان نحل هذا السؤال. فعندي لهذا السؤال عندي R بتساوي 10 اوم. فيش حاجة اني اخذ قيمة L هون لأنه انا عارف انها heavily inductive. هلا رح تشوفوا ليش. هلا خلينا نتذكر لما يكون هذا heavily inductive load وهون طبعا هذا كله controlled. الفولتج لو اطلعت على الفولتج اوتبوت حسب الفايرنج انجل راح يكون شكله زي هيك مظبوط؟ صحيح. خلينا اول شيء هلا نطلع هون على النقطة هاي ونتذكر القانون. كان عندنا القانون ايش حطينا القانون؟ كان في افريج شو بيساوي؟ كان في ماكس. في ماكس هي ماكس لمين؟ للفيز فولتج اللي هو ار للنيوترال. ثلاثة جذر الثلاثة على باي في ايش؟ باي بكوساين. هلا بدي اسالكم سؤال، لو انا جيت هلا حطيت زاوية معينة هون، عملت فايرنج انجل معين هون، طلع معي افريج فولتج من هون. والافريج فولتج انا حاطه على مين؟ حاطه على هاي الدائرة اللي هي هيفلي اندكتيف لود، يعني عندي هون هذا دي سي شكله زي هيك. واخذت هذا الدي سي حطيناه هون. وهذا هيفلي اندكتيف لود. قديش الكرنت اللي راح يمشي عندي؟ في على تمام واضح هاي هي بار تساوي 10 اوم وهذا ال واظن عملنا في وحده من المحاضرات الماضيه مش عارف فرجيتكم اللي حسبنا هون. اذا راح اذا الكرنت هون تقريبا راح يكون هي خلينا نحط الفولتج بالاسود هون هذا هون في هلا بدي احسب اي اي تبعت اللود هذه اللي موجوده هون نسميها اي لود. اي لود كيف بدي احسبها الان؟ بي افريج تمام. ليش ما اخذتش بي ار ام اس؟ بالحاله هاي باخذ الافريج. الار ام اس امتى بستعمل الار ام اس؟ دائما لما بدي احسب باور، لو بدي احسب الباور اللي في الريزستور هذا باخذ في ار ام اس V سكوير V ار ام اس سكوير على R مش هيك؟ او I سكوير ار ام اس في R. اذا من حالي هاي حتى اقدر احسب الكرنت اللي ماشي لاحظوا هي الافرج دي سي هذا الفي افرج تبع الاوتبوت. اذا I تبعت اللود بتساوي V افرج على R. ايش واضحه هاي النقطة؟ اذا المطلوب عندي بالدائرة هاي عندي الفيز فولتج تبع السبلاي 240 فولت ار ام اس يعني في ار ام اس للفيز يساوي 240 فولت. كيف ممكن استفيدها من هاي؟ ليش بحتاجها؟ تمام في فيز هذه ايش؟ هذه في فيز
بس هذه ايش؟ ايش انا بدي منها؟ بس قبل اللاين بدي في ماكس. بايش مضروب؟ جذر اثنين. تذكروا جذر الاثنين للتحويل من ايش لايش؟ لار اس لبي. جذر الثلاثة للتحويل بين ايش وايش؟ إذا هاي تطلع تقريبا 311 أكثر من 311 310 339 39 فولت. طيب إذا من هون هلا لو بدي أحسب خليني أحسب الأفرج لما يكون هذا أن كنترول ريكتيفاير مش بقدر أحسبها، هي القاعدة عندي هون. إذا في أفرج لما ألفا بتساوي زيرو شو بتساوي؟ في ماكس هيها موجودة 339 في 3 جذر 3 على باي، ولما يكون الفا زيرو كوساين الزيرو قديش؟ 90 كوساين الزيرو 1. قديش هاي بتطلع معكم؟ 560.7. إذا عند اللحظة هذيك قديش رح يكون اي اللي بيمشي في اللود؟ رح يساوي إذا اي باس الفا يساوي زيرو يساوي 560.7 على 10 ويساوي 56 تقريبا 0.1 امبيرز. طيب اذا قديش الباور؟ الباور في 4 هلا هون الدي سي، هل في فرق بالدي سي ما بين الافرج والار ام اس؟ لا. اذا هذا الاي دي سي، لان احنا قلنا الاي هذا رح يمشي يكون دي سي. اذا بي الباور اللي باخذها اللود ات الفا بتساوي زيرو بيساوي اي ال سكوير على ار ويساوي 56.1 تربيع على ار اللي هي 10 مش عفوا اي سكوير اي سكوير ار تربيع اطلع 31 اي سكوير ار وتساوي 56.1 تربيع في 10 31 كيلو وات. اذا هاي الباور اللي بسحبها اللود عند النقطه هاي.